بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مع الشابتر الثاني بلوك ديجرام ريدكشن تكنيك اند سيجنال فلو جراف. ونذكر اننا بصدد يعني شرح العنصر الاول بلوك ديجرام ريدكشن تكنيك. بلوك ديجرام ريدكشن تكنيك من مقرر التحكم الالي او الاوتوماتيك كنترول. وهنا نحن مع المسائل والامثله، وعندنا هنا الاكزامبل 7. Simplify the block diagram shown in the following figure. Then obtain the closed loop transfer function C over R. عندي هذا النظام المعطي، والمطلوب هو اختصاره، و calculate C over يعني الاوتبوت على الR، الاوتبوت على الانبوت. الاوتبوت على الانبوت يعني بكل بساطة نسميه الترانسفير فانكشن. طيب هنا يعني المسألة تقريبا يعني فيها تعقيد أكثر من المسائل التي سبقها وشرحناها، وهنا لابد من يعني خطوات دقيقة. نقول أولا first move the branch point containing H1. عندي هذا البرانش بوينت containing H1 ahead the block of G2، يعني هذا البيك اوف بوينت نحولوه إلى ما قبل ال G2، سأتحصل على H1 G2 لأنه عندي peak of point حولناه إلى قبل ال G2. ستصبح يعني عندي بلوك نخليه هنا لأنه بعدين يعني نستعمله، يعني أصبح عندي G2 or H1 مضروب في ال G2. إذا حولنا هذا peak of point إلى قبل ال G2 يصبح عندي ال G2 وال G3 وال G4، يعني G2 G3 series والG4 معهم parallel، لأنه احنا تخلصنا من هذا ال peak of point. وبالتالي الG2 مع الG3، الG2 مع الG3 parallel with G4 تصبح بلوك واحد. لا ننسى أننا عندنا البلوك H1 G2، يعني لما حولنا peak of point يعني H1 أصبحت H1 مضروب في الG2. كمرحلة ثانية من هذه النقطة نحول، يعني لأنه في البداية كان عندي يعني حولنا البيك اوف بوينت من هنا إلى هنا، كمرحلة ثانية نحول هذا البيك اوف بوينت إلى النهاية هنا، فتصبح عندي البلوك H1 G2 هذا هو موجود، حولناه ما بعد البلوك هذا الذي تحصلنا عليه في الخطوة الأولى اللي هو G4 زائد G2 G3، يعني حولنا البرانش H1 G2 إلى ما بعد البلوك، وبالتالي وجب القسمة على G4 plus G2 H3 هذا البلوك الذي تحصلنا عليه. وهنا يعني تصبح المسألة أبسط وفي طريقها إلى الحل. فمن هنا عندي هذا البلوك هو فيدباك، يعني equal very simple equal to G4 plus G2 G3 تقسيم 1 زائد G4 plus G2 G3 time H2 exactly like this. وبعدها سيكون عندي هذا البلوك we can call it for example A feedback مع البلوك B. These two blocks can be simplified into one block والذي يساوي A over 1 plus A A time B. I can call it for example equal to the block C. وفي النهاية يصبح عندي C is direct path، وعندي الفيدباك برانش هو with value equal to 1. وبالتالي يعني the final result is equal to C over R equal to the direct path هو the block C over 1 plus C time 1. إذا عوضنا السي بقيمتها، وبطبيعة الحال السي هي تتأثر بالA وتتأثر بالB، وعندي الA والB في الشريحة السابقة، هذا الA وهذا الB. أوكي، إذا عوضنا السي بقيمتها والA بقيمتها والB بقيمتها أتحصل على the closed loop transfer function can be given by this equation. هنا يعني للاختصار يمكن أن نختصر
يعني sum block لما تكون يعني الإكواشن معقدة أو كبيرة نوعا ما يمكن أن نختصرها في حرف أو في رمز A like A like B like C. لكن في النهاية لابد أن نعوض الA بما سميناه من قبل والB إذا عندي B بما سميناه من قبل إلى آخره. يعني إذا استعملت رموز لازم في النهاية أعوضها بقيمتها النهائية للحصول في النهاية على the closed loop transfer function من خلال بطبيعة الحالة معطيات المسألة، لأنه الجي 1 جي 2 جي 3 جي 4 اتش 2 إلى آخره، كل هذه الفاريبلز اللي موجودة في الفاينل كلوزد لوب ترانسفير فانكشن هي تعتبر يعني معطيات المسألة التي أعطيت في المسألة الأولى الجي 4 الجي 3 اتش 2 جي 2 جي 1 اتش 1 ار سي إلى آخره، هذه هي معطيات المسألة. إلى هنا ينتهي الاكزامبل 7 وسنواصل في الشرائح السابقة في الاكزامبل 8 إن شاء الله. Thank you for your attention.